صراع الحقول، مسلسل عراقي ببطولة نفط الأقليم، التائه بين رشقات الصواريخ وتطبيقات القانون حتى التفت حوله وتشابكت وفاحت رائحة الضغط باتجاه ملف ثقيل الواقع على كردستان. شركات نفطية بدأت تنسحب بعد تحركات مركزية جادة اتجاه وضع اليد على حقول نفطية ابتعدت عنها لعقود. شركة شلمبرجر الأمريكية أعلنت انسحابها كثاني شركة نفطية امتثالا لأوامر المحكمة الاتحادية، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من الشركات النفطية التي وصلت لها رسائل المركز المحملة بتهديدات قانونية بضرورة وقف التعامل مع الأقليم. كثير من الشركات حسب اعتقاد راح تنسحب لأن أكو ضرر كبير جدا وراح يصير بها محاكم دولية، وطبعا هاي المشكلة كبيرة متوقعها بهالبساطة. مرة الأخ نرجع، إذا ما تحل محليا يعني راح تصدر إلى مثلا حلول خارجية، راح تتوسع الموضوع يتوسع أكثر. أما البارود فهو يحيط المصافي الكردية منذ مدة، يمطر على كردستان رسائل مشفرة تختلط بين كونها سياسية أو اقتصادية في توقيتات تختلط فيها الأوراق وتتداخل. ثلاثة هجمات خلال أيام معدودة بمعدل ستة صواريخ كانت تروم استهداف حقل خورمور، ما أسفر عن خسائر مادية وانسحاب لشركة إماراتية تديره، ما يعني شبه تعطل لحقل وخسائر طائلة، ما استدعى تدخلا من حكومة الأقليم وتهديدا بتدويل قضية نفط الأقليم. تدويل القضية سوف يأخذ وقت طويل لا تستطيع من خلاله السيطرة على أمنها. الإقليم بحاجة إلى تفاهمات كثيرة مع شركاء السياسيين ورسم خارطة صحيحة. الكرد لحد هذه اللحظة غير متفقين فيما بينهم، لا على منصب رئيس الجمهورية ولا على منصب محافظ كركوك، الأمر الذي أدى إلى أرباك المشهد. البيئة الاستثمارية راح تكون ضعيفة هنا، يعني لا يأتي المستثمر الجيد الكفو الذي يعمل ويشتغل في بيئة غير آمنة، وبنفس الوقت يعطل قطاعات إنتاجية تمام، قد لا تصيب العاملين أو أضرار تلحق، لكنه ينفقد الأمان وبالتالي يصير خسائر بالنسبة للشركة المستثمرة. بغداد تخطط لإنشاء شركة نفطية جديدة في الأقليم تتحكم بالتفاوض بشأن عقود شركات النفط العاملة في كردستان وفق قرارات المحكمة الاتحادية، وهما ترفضه الأخيرة، ما يعني بابا أخرى في أبواب التأزم العراقي. الأسد الرشيد.